السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي كوكين دويت سهام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن حال. اليوم ان شاء الله غادي نديرو حلوه اول مره في اليوتيوب، تجي لذيذه وهشيشه وتستحق التجربه. ندوزو على بركه الله المقادير. عندنا 500 غرام الدقيق، 250 غرام الزبده مانغارين، نصف ملعقه الخميره كوكين باودر، 125 غرام سكر سنيده الكوك، علبه من حليب محلى، سكر ثقيل، وعلبة من المربى بنكهة الفريز. عصرية سنوضعو الزبدة، سنخدموها مع كاس سنيدة مع مرش، سنخدموهم بجوج مزيان، سنستمر بهذه الطريقة حتى تيوليولنا على شكل كريمة. من بعد تنضيفو نصف ملعقة كوكين باودر وقبصة الملح، تنخدمو العناصر مزيان، ثم تنبقاو نضيفو الطحين تدريجيا. حنا تنعجنو تنضيفو الطحين، تنستمروا على هذا الشكل. هنا حدنا ما تنخدموا العجين والزبده تطلق وفي نفس الوقت تجمع لنا العجينه، تنستمروا هكا حتى تتجمع لنا العجينه ديالنا. من بعد الى لقيناها مازال مرخوفه تنضيفوا الدقيق بشويه بشويه، ما تنضيفوش بزاف باش ما نقصحوهاش، بشويه بشويه وحنا تنخدموا حتى تنحصلوا على القوام اللي محتاجين ليه. كما تتلاحظوا هنا بديت نضيف شويه الدقيق وتنخدمها حيت العجينه مازال مرخوفه شويه، تنستمر بهذه العمليه حتى تنحصل على القوام اللي بغيت. كيف ما تتلاحظوا هنا في الصوره العجينه تندير صبعين ما تبقاش تلصق. هنا تناخذوا قطعتين من الورق الفرن، تنوضعوا الوسط ديالهم العجينه، تنطلقوها بالمدلك، تنطلقوها مزيان. غير هي العجينه ما خاصهاش تكون رقيقه، خاصها تكون متوسطه السمك. تنستمروا نطلقوا العجينه ونرجعوا. من بعد ما طلقنا العجينه ديالنا تناخدو اي مرشم او طابع دائري الشكل وترسمو به، ما عندناش تنخدمو اللي وجد. هنايا خدمنا بكاس، تنبسط الامور، تنخدمو بكاس. من بعد تناخدو الدوائر ديالنا، كيف تلاحظوا ها السمك ديالها ما يكونش رقيق ما تكونش غليظة، تنوضعوهم في اللاطة، تنستفوهم، تنكملوا على هذا الشكل حتى تنكمل العجين ديالي ونرجع معكم. من بعد ما شكلنا العجين وستفناها في اللاطة تندوزو نصاوبو التزيين بالحلوة. عندنا الحليب محلى، تنضيفو ليه الكوك، تنبداو نستمر في التحراك حتى تنحصلو على القوام اللي بغينا. تنمروا دابا تنعمروا البوق، انا تنفضل نخدم بالبوق
حيت جربت جايب الحلواني ما عطانيش نفس النتيجه وصعيب في الخدمه. تنفضل نخدم بالبوق كيف ما كانوا والدينا شحال هذا تيخدموا الحلاوي البلديين، وتنستمروا بهالطريقه كيف ما تتشاهدوا. تنديروا الكوك على شكل دائره من بعد ما كملنا كميه العجين تندخلوا اللاطه ديالنا للفرن. الفرن تيكون شاعل من الفوق والتحت، تنخليوها حتى تتحمر تولي اللون ديالها ذهبي، وتنخرجوا اللاطه ديالنا. من بعد ما خرجنا اللاطه ديالنا من الفرن تنستناو عليها تبرد واحد شويه، وتندردروا عليها السكر الثقيل، ثم تنضيفوا ليها المربى في الوسط. تنستمروا بهذه العمليه حتى تنكملوا الحلوه ديالنا كلها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحلوه ديالنا، تجي رائعه. نتمنى تجربوها، حلوه بريستيج وتجي هشيشه. نتمنى يعجبكم الفيديو، بارطاجيوه وتشاركوا في القناه، وبالصحه والراحه.